بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 65. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله وبياكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال رحمه الله: كتاب المناسك، أي هذا كتاب تذكر فيه أحكام المناسك. والمناسك جمع منسك، وهو في الأصل التعبد. الأصل التعبد، كل العبادات تسمى مناسك. قال جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني الذبيحة. النسك المراد به هنا الذبيحة، فالنسك في اللغة يطلق، أو في الأصل يطلق على التعبد، على جميع أنواع العبادات. والمراد بها هنا مناسك الحج والعمرة. المراد به المناسك هنا مناسك الحج والعمرة، وهي الأفعال والأقوال التي تؤدى في الحج والعمرة مما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور. الحج واجب على المسلم، أما الكافر فلا يطالب بالحج ما دام كافرا، لأنه لو حج لم يصح حجه ولا سائر عباداته حتى يدخل في الإسلام. على المسلم، نعم، الحر يخرج بذلك المملوك، العبد المملوك، هذا لا يجب عليه الحج لأنه مملوك لسيده، منافعه لسيده، فخفف عنه بأنه لا يجب عليه الحج، لأن الحج يحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى سفر، يحتاج إلى مؤونة، وذلك يفوت على سيده منافع كثيرة من منافعه، ويحمله نفقات لا تجب عليه في الأصل، فلذلك خفف عن المملوك فلم يجب عليه الحج. لكن لو حج في أثناء رقه صح ذلك، وكان له نافلة. نعم، نافلة بمعنى لو عتق، بمعنى يأتي هذا، بمعنى أنه لو عتق فلا بد من أداء حجة الإسلام. كالصبي، لو حج الصبي صح حجه ويكون نافلة، فإذا بلغ يؤدي حجة الإسلام. نعم. القادر يخرج بذلك غير القادر، القادر على السفر، والقادر على النفقة، والقادر على وجود المركوب الذي يركبه، وذلك لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، بهذا الشرط. والسبيل كما فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأنه الزاد والراحلة، الزاد الذي يكفيه ذهابا وإيابا
ويكفي لمن يمونه إذا ذهب إلى الحج حتى يرجع إليهم، والمركوب الذي يركبه ويبلغه للحج، ويختلف في كل وقت بما يناسبه من بهيم من دابة أو من وقتنا الحاضر في سيارة أو في باخرة أو في طائرة، بأن يجد له مركبا في هذه المراكب ويقدر على دفع الأجرة، فهذا وجد الراحلة. نعم. أحسن الله عليكم. قال: في عمره مرة على الفور. يجب الحج على المسلم في العمر مرة، وهذا من تيسير الله عز وجل، لأنه لما كان الحج يحتاج إلى سفر ويحتاج إلى مؤونة، وربما يكون فيه أخطار يتعرض لها الإنسان في طريقه أو في أثناء الحج من قلة الأمن، خففه الله وجعله مرة واحدة في العمر. مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. نعم. قال: فإن الحج مرة واحدة، ذروني ما تركتكم، الحج مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. نعم. السلام عليكم. قال: فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. إذا زال ما يمنع الوجوب من الرق، بأن عتق العبد، أو من الجنون بأن صح من فيه جنون وعقل، أو بلغ الصبي بأن ظهرت عليه إحدى علامات البلوغ، فإن كان ذلك قبل الشروع في منسك الحج والعمرة، فإن هذا الحج يجزئه عن حجة الإسلام وعن عمرة الإسلام. وإن كان في أثناء الحج أو في أثناء العمرة أو بعد الانتهاء منهما، فإنه لا يجزيه عن حجة الإسلام وعمرة الإسلام، لأنه أدى جزءا من المناسك وهو لم يزل عنه العذر، فلا بد من الحج بعد ذلك أو العمرة بعد ذلك بنية الفريضة. نعم. قال: وفعلهما من الصبي والعبد. أعيد العبارة. قال: فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. في الحج بعرفة، لأن عرفة أول المناسك، الوقوف بعرفة أول المناسك، فإذا زال عنه في أثناء الوقوف بعرفة فإن بقية الوقوف يكفي عن الركنية، يكفي عن الركنية ويكمل المناسك. وفي العمرة قبل الشروع في طوافها، أما إذا شرع في طواف العمرة والعذر لم يزل ثم زال في أثناء الطواف، فإنها لا تجزي عن عمرة الإسلام، بل يكملها وتكون نافلة، ثم يأتي بعمرة الإسلام بعد ذلك. نعم. وصح فعلهما من الصبي والعبد نفلا. يصح فعل الحج والعمرة من الصبي غير المكلف وتكون نافلة، بدليل أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فدل على أنه يصح حج الصبي، وأن أنه يكون له نافلة ولوليه أجر في ذلك، وأن ذلك لا يجزيه عن حجة الإسلام. كذلك الرقيق إذا حج في أثناء الرق يكون له نافلة ويؤجر عليه، لكن إذا عتق فلا بد من أداء حجة الإسلام وعمرة الإسلام. نعم. قال: والقادر
من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. هذا تفسير لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، بيان للسبيل، وهو أن يقدر على الركوب، أن يقدر على الركوب، ركوب الدابة أو الطائرة أو السيارة أو فإذا كان لا يقدر على الركوب لضعف جسمه وزمانة أو زمانة مرضه أو كبر سنه، فإنه لا يباشر الحج بنفسه ولكن يوكل من يحج عنه إذا كان عذره لا ينتظر زواله، إذا كان عذره لا ينتظر زواله. أما إن كان ينتظر زوال هذا العذر فإنه يصبر حتى يزول ثم يحج بنفسه. وكذلك أمر ثاني وهو أن يجد ما يركبه ويؤديه إلى الحج من المركوب المناسب لمثله، من المركوب المناسب لمثله، من دابة أو سيارة أو باخرة أو طائرة أو غير ذلك من المركوبات في كل وقت بحسبه التي تناسب مثله. وكذلك يكون معه، يكون عنده زاد يبلغه إلى الحج وينفق منه ذهابا وإيابا، لقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فلا يجوز للإنسان أن يحج وهو ليس معه زاد ويقول أنا أتعيش مع الناس أو ينظر إلى الناس أو يسأل أو توكل على الله، يسأل على الناس. توكل على الله يستدعي أخذ الأسباب، ما يكفي أن يقول أتوكل على الله وليس معه سبب. ولهذا قال جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سبب الآية كما ورد أن ناسا حجوا وليس معهم زاد ويقول نحن المتوكلون، فأنزل الله هذه الآية تزودوا فإن خير الزاد التقوى. وفي بعض الروايات أن عمر أو بعض الصحابة قال لهم أنتم المتأكلون ولستم المتوكلون. نعم. قال ويكون هذه النفقة التي أخذها معه فاضلة، يعني زائدة عن حوائجه الأصلية وعن حوائج من يمون، فلا يضيق على نفسه في النفقة أو الحوائج الأصلية أو يضيق على من يمونهم من أولاده ويقول بوفر للحج. هذا ما يجوز، إنه يضيق على نفسه ويضيق على من تحت يده ممن تلزمه مؤونتهم ويوفر للحج، بل يعطي مؤونته ما تستحق ويعطي من يمونهم ما يستحقون، فإن زاد شيء فإنه يحج منه. حوائجه الأصلية كذلك، مثل الدابة التي يركبها والبيت الذي يسكنه والكتب التي يحتاجها طالب العلم، ما نقول له بع بيتك أو بع سيارك أو بع الكتب وحج، نقول لا، هذه حوائج أصلية، ما يجوز، ما يجب على من هي عنده، ما يجب عليه الحج ولا يؤمر ببيعها لأنه يحتاج إليها، فهي من حوائجه الأصلية. أما الحوائج التكميلية فهذه يبيعها لأنه ليس بحاجة إليها، يبيعها ويحج منها إذا كانت زائدة عن حوائجه الأصلية. نعم. قال ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجب. صالحين لمثله، فالغني يكون مركبه مركب الأغنياء ولا يلزم بأن يركب مراكب الفقراء، وكذلك تكون نفقته نفقة الأغنياء ولا يلزم بأن تكون نفقته نفقة الفقراء ويقال الزايد حجبه، لا، يصلح لمثله. نعم. ولا يقال للفقير لازم ما تحج إلا صار عندك نفقة الأغنياء، أو لا تحج حتى تحصل على مركب الأغنياء، هذا ما يصلح لأنه لا يصلح لمثله،
فقير له ما يناسبه فقط. نعم. صلى الله عليكم. قال بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. كذلك يكون هذا المال الذي يحج به فاضلا عن قضاء ما عليه من الديون. إذا كان عليه ديون تستغرق ما معه ولا يبقى بعدها شيء فإنه لا يحج حتى يسامحه الغريم أو الغرماء أو يسدد ديونه. نعم. أحسن الله إليكم. قال وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. هذا يقال عنه القادر بماله دون نفسه، القادر بماله دون نفسه، فهذا يوكل من يحج عنه، ولا بد أن يكون هذا العجز مستمرا لا يرجى برؤه، كالمريض مرضا مزمنا أو الكبير الهرم، فهذا يوكل من يحج عنه. لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم لأن أباها أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم حجي عن أبيك. فدل على أن من هذه حاله لا يستطيع مباشرة الحج بنفسه وهو قادر بماله أن يوفر أن يوكل من يحج عنه حجة الإسلام. نعم. قال لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، يعني من بلده، يسافر النائب أو الوكيل من بلد الموكل، لأن الموكل يجب عليه المشي من بلده للحج أو العمرة، والوكيل يحكي فعل الموكل ويتحمل نفقته من بلده إلى أن يرجع إليه، يتحمل الموكل نفقة الوكيل من بلده إلى أن يرجع إليه. هذا قول. والقول الثاني وهو الصحيح إن شاء الله أنه لا يشترط أن يكون من بلده، فإذا وجد من يحج عنه من أي مكان فإنه يحج عنه ويجزئه ذلك، بدليل أن الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي مات. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ولم يقل من البلد الذي فيه شبرمة. ها؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال ويجزئ عنه. نعم. وإن عوفي بعد الإحرام. هذا العاجز الذي أناب غيره أن يحج عنه، فرضنا أنه زال عذره وعوفي، مرض مستعصي أو مرض لا يرجى برؤه في نظر الأطباء مثلا، ثم أراد الله انزال هذا المرض وهو قد وكل من يحج عنه، نقول ننظر إن كان عافاه الله قبل أن يحرم الوكيل فإنه يلزمه أن يحج هو، وحج الوكيل يكون له نافلة، وإن لم يشفى إلا بعد ما حج الوكيل أو في أثناء حج الوكيل بعد الإحرام بالحج والتلبس بالحج فإنه يجزئ عنه، إنه يجزئ عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. تقدم أن شروط وجوب الحج أربعة: الإسلام والحرية والقدرة على الحج، هذه ثلاثة: الإسلام والحرية والقدرة على الحج بالمال والبدن والبلوغ، هذا الشرط الرابع. فإذا توافرت هذه الشروط وجب الحج على المسلم، وإن نقص شرط منها لم يجب عليه. تزيد المرأة شرطا خامسا وهو وجود المحرم الذي يذهب معها للحج، في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم،
في رواية يوم وليلة، وفي رواية يومين، في رواية ثلاثة أيام، فدل على أن المرأة لا تسافر إلا ومعها محرم، ما يسمى سفرا، لا تذهب إلى ما يسمى سفرا إلا ومعها محرم، وهو من، وسيأتي بيانه، من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كما يأتي، ويكون بالغا، لا بد أن يكون بالغا عاقلا هذا المحرم. فإن لم تجد المحرم فإنها تنتظر حتى يتوفر المحرم، فإن أيست من وجود المحرم فإنها توكل من يحج عنها، ولا تحج بدون محرم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ولأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو والجهاد في سبيل الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك، فأرجعه من الغزو والجهاد في سبيل الله إلى أن يحج مع امرأته، وذلك لأن المرأة ضعيفة وبحاجة إلى من يصونها ويحفظها ويقوم بحوائجها، والسفر صعب، فيه مشاق، وفيه تعرض لأخطار، وتعرض لتعرض المرأة للفتن، وأن يطمع بها الفسقة إذا لم يكن معها محرم. فيشترط لوجوب الحج على المرأة، يعني وجوب مباشرة الحج، أن تجد المحرم، فإن لم تجده وهي غنية فإنها تنتظر، فإن وجدت محرما فيما بعد فإنها تحج، وإن لم تجد محرما فإنها توكل من يحج عنها. نعم. قال: ومحرمها هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. محرم المرأة هو زوجها أو من تحرم عليه تحريما مؤبدا، يعني يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب، كابنها وأبيها وعمها وخالها وأخيها وابن أخيها، بنسب، هذا بالنسب، أو بسبب كالرضاع، كأخيها من الرضاعة، أو أبيها من الرضاعة، أو جدها من الرضاعة، أو خالها من الرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. والله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال: وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي، قال جل وعلا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هذا من السبب المباح. كذلك المصاهرة، سبب المصاهرة كأبي زوجها أو ابن زوجها، هذا بسبب تحرم عليه بسبب مباح، وهو المصاهرة. أما السبب المحرم، قد تحرم المرأة على الرجل لكن بسبب محرم، مثل الملاعنة، على ما ذكر بعض العلماء أنها تحرم على الملاعن تحريما مؤبدا، يفرق بينهما بعد تمام اللعان تحريما مؤبدا، وهذا لا يقتضي المحرمية، لا يكون محرما لها. هذا معنى قوله بسبب مباح. وقوله على التأبيد يخرج به التحريم المؤقت، مثل أخت الزوجة وعمة الزوجة، هذه محرمة ما دامت زوجته معه، تحرم عليه عمتها وخالتها، لكن لو طلق هذه المرأة أو ماتت جاز له أن يتزوج أختها أو أن يتزوج عمتها، فليس تحريما مؤبدا، فلذلك لا يكون محرما لأخت زوجته أو عمة زوجته. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن مات من لزمه أخرجها من تركته.
إن مات من لزمه الحج أو العمرة قبل أن يؤديهما أخرج من تركته، لأنهما دين في ذمته، والدين مقدم على الميراث، دين لله جل وعلا، فيخرج من تركته بقدر ما يحج عنه ويعتمر عنه. نعم. فضيلة الشيخ، هناك كثير من المسلمين يعرفون أن الحج فريضة واجبة، لكن ما يعلمون أن العمرة كذلك، فاعتمر الواحد منهم وهو لا يعلم أنها فريضة عليه لله تعالى، تكفيه؟ يكفيه، حتى لو حج وهو ما يعلم أن الحج فريضة أجزاء عن الفريضة. الحمد لله. أي نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كانت هذه نهاية حلقتنا من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.